درسنا اليوم يتضمن تمارين وأمثلة عن الزمن الحاضر. شمدي كي زمان، شمدي تعني الآن، كي تعني الذي، زمان الزمن، الزمن الذي الآن، الزمن الحاضر. أنوه هنا بأني لن أبدأ بزمن آخر حتى أن أنتهي من المستوى الأول. باشلا يالم، باشلا يالم، اتفقنا أن كلمة باشلا ماك مصدر البداية، باشلا ابدأ. لنبدأ. غازيتي اوكويوروم، غازيتي اوكويوروم، أقرأ الجريدة. طبعا إذا حذفنا أم هنا، غازيتي اوكويور هو يقرأ الجريدة. رسم يابماك هو الرسم، أما إذا قلنا رسم ياب يور إذا معنى هو يرسم. جام سيليور لنؤشر على جزء الأفعال، أكو قراءة، ياب القيام بعمل، سيل فعل المسح. جام سيليور يمسح، يمسح الزجاج. ميفة سويو إتشيور، ميفة سويو، سو تعني ماء، ميفة سويو تعني عصير الفواكه، إتشيور إتش هو فعل الشرب، إتشيور يشرب عصير الفاكهة. جيتار çalıyor، çalmak هنا أتت بمعنى يعزف الجيتار. çalmak تأتي بمعنى السرقة والعزف في نفس الوقت. ders çalışıyor يدرس الدرس، وتأتي بمعنى العمل، تشلش. يعني إذا قلنا أوفيستي تشلش يوروم إذا أنا أعمل في المكتب، أوفيستي تشلش يوروم. أوكولدا درس أوكو يوروم في المدرسة أقرأ أو أدرس الدرس، أكوماك. بالجساير، بلجي سيار كولانيور، يأتي فعل كولانماك هو فعل الاستعمال، الاستخدام، هو يستخدم الكمبيوتر، الحاسوب. بالجساير كولانيوروم أنا أستخدم الحاسوب. لنأخذ بعض التمارين. أش ج يمك بشير، أش ج يمك بشير، أش ج تعني الطباخ، يمك الطعام، بشير مك هو فعل الطبخ. أش ج يمك بشير إذا الضمير هو المستخدم هو الطباخ، هو أو إذا نقول نضيف الرباعي ثم يور ولا نضيف أي شيء بعدها بسبب أننا نتحدث عن الضمير أو وليس لها ملحق. تشوجوك يوز، تشوجوك الطفل، إذن نتحدث أيضا عن ضمير أو. مصدر يوزميك هو السباحة، لنضيف الرباعي ثم يور، يوز يور يعني الطفل يسبح. يغمر تعني المطر، يغمك هو الهطول، يغمك إذا يهطل المطر، لنضف الرباعي الذي يتناسب مع آخر حرف صوتي ثم يور، يغيور. أوتشاك كالك، كالك هو
مصدر كالكماك هو النهوض. النهوض في حال النوم من الاستيقاظ من السرير النهوض، ولكن أوتشاك كالكماك يعني الطائرة تقلع. نضيف الرباعي ثم يور. ألي باركتا في الحديقة كوش. كوشماك هو فعل الركض. لنضف الرباعي ثم يور. كوش يور. أورنجي الطالب. سورو سور. سورو تعني سؤال. سور يسأل. إذن لنضف الملحق ثم يور. أو جول. جول تعني يضحك. لنضف الرباعي ثم يور. جول ميك هو مصدر الضحك، أو جول يور هو يضحك. لنبدأ ببعض الجمل. أهمت هاليب Üniversite sinde öğrenci. أحمد هو طالب في جامعة حلب. حلب حلب. Üniversite جامعة. Üniversite سي سي هنا أتت للربط مع كلمة حلب. ده في Üniversite sinde في جامعة حلب. öğrenci هو طالب. قلنا öğrenci ولم نقل öğrenciyim öğrencisin لأن أحمد هو ضمير أو. ترك ديلي. ترك ديلي ديل تعني لغة. ديلي هنا أتت ترك ديلي للربط للتركي للغة التركية، أصبحت اللغة التركية. و و أدبيات أوكيور. أدبيات تعني أدب، أما حرف أ هو للربط مع كلمة ترك. ترك ديلي في أدبيات أوكيور، يدرس اللغة التركية والأدب. مراد شامدا يشيور. مراد يشيور هو يعيش في الشام. إفلي متزوج. أوردا هناك. بير بانكادا في بنك ما. تشالشيور تشالشماك فعل العمل. سارة جابونيا دا في اليابان. بير أوكولدا في مدرسة ما نكرة. إنجليزية أوريتيور. إذن مصدر أوريت مك هو التدريس. أوريتيور تدرس، أما أورين مك التعلم. أوريتيور يدرس. أورينيور يتعلم. لنقول öğreniyorum. لنأخذ مثال. ben Türkçe ben Türkçe öğretiyorum. أنا أدرس öğretiyorum اللغة التركية. أما أنتم siz Türkçe öğreniyorum your sunuz، ولكن أنتم تتعلمون اللغة التركية. ben Türkçe öğretiyorum ama ولكن siz Türkçe öğreniyorsunuz. لنأخذ قاعدة النفي في الزمن الحاضر. لنأخذ الجذر البسيط مثال gel. أضفنا إلى الرباعي ثم geliyorum. geliyorum geliyorsun geliyor geliyoruz geliyorsunuz geliyorlar. إذا أردنا أن ننفي، النفي هو م رباعي، طبعا بعد الجزر مباشرة. لنقول جل مي يور روم. جل يوروم أنا آتي، جل مي يوروم أنا لم آتي. لنأخذ مثال عن الحالة الثانية من الجزر.
مثال مثلا يي، اتفقنا أن نحذف الـ A ونضيف إي ثم يورم. يي يورم، أنا أكل الآن. النفي الجزر ثم مي، هنا لا نحذف الـ A بسبب لا يوجد حرف صوتي، هنا وجد حرف صوتي مباشرة لهذا السبب حذفناه. هنا سوف نضيف مي، لهذا السبب لم نحذف شيئا. يمي يورم، يورم يمي يورم، أكل أنا لا أكل، جال يورم أنا قادم، جال ميورم أنا لست قادم، أنا لم آتي. يورم يمي يورم. المصدر الثالث مثال جيت ميك، حولنا ت إلى د، جيدي يورم. أما هنا سوف لن تحول بسبب وجود حرف مي. جيت مي يورم، جيدي يورم أنا أذهب الآن، جيت مي يورم أنا لست بذاهب. وآخر مصدر الذي ينتهي بالرباعي مثال يورميك، أخذنا فعل المشي يورو يورم، لم نضيف رباعي بسبب أن آخر حرف من الجزر انتهى برباعي. هنا يورو مو يورم، يورم يورم أنا لست بماشي. لنأخذ مثال إذا إلى البيت جيت ميك، أو إذا جيدي يورم، إذا جيت ميورم. إفدان çıkıyorum, evden çıkmıyorum. إذا لاحظتم الأحرف كلها متناسقة مع الحجم مع الجزء نفسه. لنأخذ هذه المحادثة البسيطة. بن أنا بيلوتوم، بيلوت تعني طيار، بيلوتوم أنا طيار، هذه ملحق للجملة الإسمية بيلوتوم. بو إيش تشوك زيفكلي، بو إيش هذا العمل تشوك زيفكلي، زيفكلي تأتي بمعنى ممتع، ممتع جدا. هيتش، هيتش تعني أبدا، عندما توجد كلمة هيتش هذا يدل على وجود زمن حاضر أو أي زمن ولكن بالصيغة النفي لأنه بسبب أبدا. سكلميورم، سكلمك هو مصدر سكلمك الملل، سكلميورم أنا لا أمل أبدا. م هو النفي هنا بعد الجزر مباشرة، يور هو الملحق الأساسي، وأم هو عائد لضمير بن، هنا لم يوجد ضمير، لا يوجد ضمير بن بسبب وجود الملحق كافي. هيج سكل ميورم، هير هفتا كل أسبوع. فاركل، فاركل تعني مختلف. أولكي، أولكي تعني دولة. لير دول، اي حرف الجر إلى دول مختلفة. جيديورم أذهب، حولت التي لأن المصدر هو جيت ميك، جيديورم أنا أذهب إلى دول مختلفة كل أسبوع لا أمل أبدا. فاركل ديلر، ديل تعني لغة، ديلر تعني لغات. فاركل ديلر لغات مختلفة، أورينيوروم أتعلم لغات مختلفة. بان بيلوتوم، بويش تشوك زيفكلي، هيت سكلميوروم، هير هفتا فاركل ülkelere gidiyorum، فاركل ديلر أورينيوروم. إذا أتى مي زائد الرباعي بعد الجزم مباشرة فهذا يعني النفي. وفي الدرس اللاحق سوف نتوسع بهذه الأمثلة أيضاً.